كتبدا القصه بالاختطاف ديال 10 المسؤولين كبار في الدوله. من بعد كيبانوا الصحافه مجموعين لرئيس الوزراء وكيسولوا شنو واقع. قال لهم لحد الان مازال ما عرفناش، ولكن قريب غتكون شي اخبار. ورئيس الوزراء داخل يكمل نعاسو، تعرض ليه بوليسي وقال ليه بلي المسؤولين رجعوا، يلا با يخرج باش يعلم الصحافه. وقفوا البوليسي وقال ليه غير 9 اللي رجعوا حيين. رئيس الوزراء تصدم، فهاد اللحظه غنشوفوا العاشر مشنوق ومعلقين دواسه في عنقو. جبدوا دوك الدواسه وكان معاهم سيدي مكتوب فيه قبار، خدموه. تما بدا واحد كيقول لهم بلي الرشوه والفساد عمروا البلاد، وهو جا باش في كل مره يتغاشي مسؤول ويحاول يسرق من الدوله يصيفطو يتحاسب. والهند ما تسلفوناش هاد قبار واقفين عليه. كملوا البوليس التقلاب ديال الدواسه ولقاو فيهم كاع الادله اللي كيجرموا داك المسؤول. الضابط قال للبوليسي اللي معاه ردوا البال اللي يخرج هادشي من هنا، ولكن هي هات القرصه يكون ديجا خرج وداير بوم. الناس كلهم ساقوا الخبار وكيحاولوا يعرفوا شكون هاد قبار اللي جا باش يوقف الفساد ديال المسؤولين. في الجامعه كيبان واحد الاستاذ سميتو اديتي كيلقي محاضره، غيكون عزيز على الطلاب حيت عنده طريقه زوينه في التدريس. فهاد الوقيته غتحبس واحد الطوموبيل في الباب ديال الجامعه، نزلوا منها شي وجوه الشرع وبداو كيجريو على الطلاب. دخلوا جريو حتى على الاساتذه ومنهم هاد الاستاذ. جمعوهم برا وقالوا لهم بلي غيوقفوا الجامعه حيت واحد سميتو كبار قتل المحصل. المحصل بحال شي مسؤول في الدوله، المهم حتى هو داير يدو في القسعه. خرج المدير ديال الجامعه وقال لهم بلي ما غاداش تسد وغادي يكملوا القرايه. جا عنده هاد وجه التمره بدا كيتزايد معاه في الهضره، قال للرجال ديالو يخربوا الجامعه وبغى يضربه، ولكن طاكه الاستاذ هرس ليه يدو ودز للرجال ديالو عطاهم حتى هما قتله. رجع وجه التمره عند الزعيم الكبير وعاود ليه هاد الشيء. الزعيم صيفط معاه رجال اخرين وقال لهم هدموا الجامعه فوق ريوسهم. مع وصلوا لقاو اديتي مسنيهم وبدا كيصلخ فيهم مره اخرى. هاد اديتي ما عرفناه استاذ ولا بدر هاري، ترى ما كاين غير ساطح. الزعيم ديالهم شاف حتى عيا ودار يدو في العصيده. الساعه لقاها سخونه، اديتي صلخو حتى هو. من بعد هز حديده وقصده، بدا العزي كيطلبو كيقول ليه بلي عمرو يقرب للجامعه. ديك الساعه خلاها مشى فحالو. في الليل غيكون الاستاذ راجع للدار حتى غتعرض ليه واحد البنت وغتوقفو. جابت واحد المراه حامله وطلباتو يديهم للسبيطار. في الطريق المراه شدها الوجع بزاف، قالت ليه وقف الطوموبيل وينزل حيت وصل وقتها وغتولد هنا. صاحبنا ما عرفاش تبلا، دارها في يد الله ونزل. بقات المراه كتغوت شويه، سمع الصوت ديال ولد صغير كيبكي. غتكون المراه ولدات، داروا الولد في التيشيرت ديالو وكملوا الطريق للسبيطار. ملي وصلهم رجع في حالو. البنت خرجت باش تشكرو لقاتو مشى. في المقر ديال البوليس غيكونوا مازال ضايخين بالقضيه ديال قبار. جا الشيفور ديال هاد المبطبط وجاب ليه شي دواء سخروا عليه. سمعهم كيهضروا على القضيه وبغى يقول لهم شي حاجه تقدر تعاونهم، ولكن سمعوه الهضره وجراو عليه. خرج ساخط من تما، تبعت واحد البنت حتى هي خدامه معاهم باش تحاول تهدنو. قال ليها بلي كان كيقرا مزيان وكان ياخذ المنصب ديال الضابط، ولكن حيتاش ما قدرش يعطي الرشوه عطاو المنصب لواحد اخر وهو داروا الشيفور ديال المبطبط. ختم كلامه بلي غياخذ اجازه باش يبحث في القضيه ديال قبار، وملي غيوصل للحل ديالها ضروري ما غيترقى. في نفس الوقت كيبان اديتي كيشرب القهوه، جا واحد خلى ليه شي دواسه ومشى خداه وبقى غادي حتى هو. في الطريق تلقى البنت اللي وصل ديك المره سميتها شروتي، شكراتو حيتاش وصلهم وعرضات عليه الاسبوع. من بعد كيبان لينا في دارو كيريكوردي شي لعيبه ومنها غنعرفوا بلي هو قبار. صيفطها للبوليس خدموها، وكان كيقول بلي في الثاني من سبتمبر غتخوى بلاصه في اداره الاعمال العامه. الاخبار انتشرات وكاع اللي كانوا كيشدوا الرشوه في هذا القطاع بداو كيرجعوا الناس فلوسهم وكيخدموا بالعدل. البوليس حتى هما داروا خطه باش يوقفوا قبار، وكانت الخطه هي يراقبوا اكثر الموظفين فساد في ذاك القطاع وملي يجي ليهم يشدوه. سولوا المبطبط كيفاش يعرفوهم حيت ما كاينش شي حد غيقول لك انا شفار، وباقي كاع ما جاوبوه بداو كيتكبوا عليهم المسؤولين في ذاك القطاع كيعطيوهم الدلائل، وكل واحد باغي يبين بلي هو اكبر شفار باش يشدوه ويفلت من قبار. في الوقيته اللي البوليس ملاهين مع المسؤولين ديال الادارات العامه، قبار خطف واحد المسؤول ما عنده حتى علاقه بهذا القطاع، غيكون دار داكشي باش يتلفهم على الهدف الاساسي وفي نفس الوقت يخلي المسؤولين يسلموا راسهم. ملي المسؤولين عاقوا بالقالب بغاو يهربوا، ولكن دخل الحمام ماشي بحال خروجه. دوروهم البوليس وشدوهم بالدلائل ديالهم. نمشيو عند قبار، هذا الراجل اللي خطف غيكون هو المسؤول لاداره المياه في البلاد. كان خد الرشوه من عند شي وزير قطع على الفلاحين صغار الماء ودوزوا كامل المزارع ديال الوزير. مور هادشي بزاف ديال الفلاحه انتحروا. صاحبنا عيا ما يطلب قبار باش يسمح ليه، ولكن هي هات دار ليه كورده في عنقو. نهار الاخر لقاه معلق وسط المدينه مع الدواسه ديالو. مشى اديتي للسبوع ديال الولد الصغير، تما تلاقى شروتي. تعرفوا كثر بداو كيخرجوا وغيبان بلي ولاو قراب. واحد النهار يكونوا في القهوه وهما خارجين شروتي غيضربها موطور، خداها للسبيطار. تما لاحظ بلي شارجاو عليه بزاف ديال الفحوصات والدوايات، وهو خارج سمع الفرمليه كتهضر مع كبير الاطباء وكتقول ليه بلي واحد المراه تقدر تولد عادي. بدا المدير كيغوت عليها وكيقولها تقنعها بلي خاصها دير عمليه. ملي خرج برا لقى واحد مدابز معاهم حيت بقاو شادين ليه مراته عندهم وهي ميته باش يجبدوا منه فلوس كثر. ركب اديتي البنت في توك توك وقال لها بلي يقضي شي لعيبات ويسول فيها. مشى لواحد السبيطار حكومي وبقى عاصر شويه، غيبان ليه واحد الراجل ميت وعائلته كيبكيو عليه. السيد كان فقير واللي جابو النهار كيديه الليل، داكشي علاش ملي مات خلاهم
على الدس. دابا غنعرفوا شنو غيدير اديتي وعلاش عاصر هنا. من بعد شويه غيبان لينا داخل السبيطار مدخل الميت في الباياس، دير براسو ما عارفوش ميت وكيطلبهم يعتقوه. ملي خرج عنده كبير الاطباء قال لي اديتي غير عتقوه، انا مستعد نخلص شحال ما بغيتو. عائله الميت هما صار عند دار وشادين ليه الميزان. دخلوا الميت لغرفه الانعاش، لحق عليهم الطبيب. تما قال لي شي طبيب اخر بلي ميت، سول واش هما عارفين هذا الشيء، جاوبوا لا. قال لي ايوا ما حدنا كنجبدوا منهم الفلوس، فالسيد مازال حي، وملي ما تبقى فلوس ديك الساعه نقولوا لهم بلي مات. ويلي اش كيديروا الكزير، ما عرفناه طبيب ولا هارب من القرنه. نمشيو عند اديتي، سول عائله الميت واش عندهم تامين، جاوبوه لا. قال لهم تبعوني نصايب لكم واحد. مشى لاكيس خلص وطلب منهم يعطيوه فاكتوره، وهو واقف ومستني شي خبار خرج عنده الطبيب كيجري. قال لي حاله المريض خطيره وخاصك تشري ليه الدواء. والله ما عنده علاش يحشم. صاحبنا حتى هو سارح معاه العجله، خدا لوردونونس مشى كيجري للصيدليه شرى الدواء، وملي خلصوا طلب منه يعطي فاكتوره. رجع للسبيطار لقى واحد الفرمليه كتسناه، بقات كتعوج عليه وكتقول لي السيد حالته خطيره وانت معطل. ويلي ويلي وجهها ديال الطرش. خدا الدواء دخلت للغرفه عطاتو الفرمليه اخرى وقالت لي ترجعوا للصيدليه. وفي الوقيته اللي الناس كيعاني ولا دايرين راسهم كيعاني، الطبيب مجمع مع الفرمليات وكيضحكوا حدا الميت. من بعد خرج عند اديتي بدا كيتفتف كيقول لي بلي المريض عنده نزيف وخاصو طبيب ديال الاعصاب 200,000، الا شدك شي واحد فحال هاد الطبيب ولا ما يطلقك حتى يبني على ظهرك الثانيه. قال لي اديتي غير غوت عليه انا غندبر على الفلوس. من بعد كيبان عاوتاني في لاكيس، عطاها واحد البريكه وقال لها دير لي فاكتوره كيف ديما. جا الطبيب ديال الاعصاب بغى اديتي يهضر معاه، دار لي ديك اللعيبه ديال مشغول وباش غتكمل. جا طبيب اخر وقال لي ما تخافش غادي نعتقوه. اديتي بقى كيشوف وكيتامل في هذا المنكر. جات مرات الميت قالت لي هاد الناس على قبل الفلوس يديروا اي حاجه. رد عليها اديتي غير صبري وتفرجي اش غيوقع. في الغرفه ديال الميت قال لهم الطبيب ديال الاعصاب اللي جو تقريب تحلل، واذا دار هاد الشيء غيطيح في مشكل. بدا المسؤول كيغريه بالفلوس، في التالي قنعوه وبداو يمثلوا على اديتي اللي عايق بيهم. عطى اديتي التليفون ديالو لبنت الميت قال لها التمثيل قريب يسالي وبغيتك تسجلي ليا داكشي اللي غيوقع. وباقي كاع ما كمل الهضره ديالو خرج الطبيب وقال ليه السيد مات. بدا اديتي كيطلبو وكيقول ليه عاودوا حاولوا معاه. قال ليه كبير الاطباء واش انت حمق، راه قلنا لك ميت وحنا ما كنعالجوش الموتى. هنا اديتي خرج من رونتو جبد الشهاده ديال الوفاه اللي خداو قبل ما يجيبوه لهاد السبيطار. قال لهم مادام ما كتعالجوش الموتى علاش في الاول شديتوه. الاطباء شافوا الشهاده ديال الوفاه طلعتهم سخانه. جا المسؤول ديال لاكيس اللي ما جايب الدنيا اخبار، عطاه فاكتوره فيها 300,000. قال لي خلص وخذ الجثه. هنا اديتي خد التليفون عند البنت اللي غتكون صورت هادشي كامل وقال لهم نتوما دابا اللي غادي تكتبوا شيك بقيمه 500 مليون لعائله الميت. وهما غاديين بغى المسؤول ديال لاكيس يسرق ليه التليفون اللي فيه التسجيل وهو يجبدها معاه بواحد المسمنه عوج لي حنكو. من هنا للفوق يبقى يمضغ على جهه، تلاقى اديتي بمول الشكاره وقال ليه يكتب شيك بقيمه 500 مليون لعائله الميت. صاحبنا بغى يدير فيها نزق، قال للرجال ديالو ينفضوه ولكن دار لهم ديك اللعيبه ديال الشقمق الحريره وخلى المدير غا حال فمه. من بعد كيبان اديتي مع عائله الميت، شويه جا داك اللي كلا المسمن عطاه الشيك ديال 500 مليون والفلوس اللي كان خسر كاش. عطاه الشيك لعائله الميت خداوه شكروه ومشاو فرحانين. قال الاطباء الا عاودتو هادشي ندير لكم تطح. من بعد خلاهم ومشى حتى هو. نهار الاخر كتبان الدنيا مرونه، اديتي واخا عطاوه الفلوس اللي طلب نشر الفيديو وشوههم. الناس رونوا السبيطار، نزل المسؤول بالسلاح باش يفركتهم ولكن تجمعوا عليه وبداو كيضربوه. شويه تسمع صوت القرطاس، فرقوا الناس وكان المسؤول ميت. نهار الاخر حبسوا شي طوموبيلات قدام السبيطار ونزل منهم واحد والحراس ديالو سميتو باتل وهو باي المسؤول اللي تقتل. غيكون حاقد وجا باش ينتقم من اديتي. اول حاجه دار طلب منهم يعاودوا الكاميرات باش يشوف الشكل ديالو، مع شافو ناض كيغوت. قال لهم انا متاكد بلي قبل 5 سنين قتلت هذا الشخص بيدي. في الجهه الاخرى غيكون اديتي مع شروتي في العرس ديال صاحبتها وهو كيشوف دوك الاجواء بدا كيتفكر متعرف على مراته الاولى. داروا عرس بحال هذا، شرا واحد الدار وكانوا عايشين حياه زوينه. واحد النهار غيريب الموبل اللي عايشين فيه، مراته كانت لداخل طاع عليها داك الشيء وماتت. صاحبنا تدمر بدا كيبحث في القضيه واكتشف بلي البني كان مغشوش والشخص اللي بنى هذا الشيء هو باتل وكان عطى الرشوه للمسؤولين والخبراء باش يسكتهم. جمع الدواسه والدلائل اللي كيدينوا باتل وتلاقى معاه، كان مجمع مع كاع هذوك اللي خداو الرشوه باش يعاونوه. قال لي باتل عند بالك يعاونك شي واحد، جرب تصل تشكى. هز صاحبنا التليفون وبدا كيتصل بالمسؤولين الكبار ديال الدوله ولكن حتى حد فيهم ما عاونو حيت حتى هما فكرشهم العجينه. مور هادشي قال لي باتل عطيني الدلائل، خذ 10 المليون وعيش حياتك. اديتي بدا كيبكي، حط ليه الدواسه وبقى غادي. قال لي باتل فين غادي، اجي خذ فلوسك. ولكن اديتي ما كانش غادي في حاله، سد الباب ورجع. جا في باتل بركله لاحو. من بعد بدا كيدور على المسؤولين وكيفرق المسمن، حتى الباتل القتله ديال الكلاب دلاه من الشرجم يلا غيلوحو. بدا كيطلبو اديتي بقى فيه وما لاحوش، ولكن اون فوا دارو كان غادي في حاله جا في باتل الراس غيبو. نرجعوا للوقت الحالي، غيكون قبار جا مع صحابو كيشوف شكون المسؤول الجاي اللي غيتشنق. في هاد اللحظه دخل واحد وقال القبار بلي البوليس جابوا ضابط جديد وكيعاودوا بلي خطير. هاد وجه البغديره هو الضابط الجديد وسميتو باوا. غيكون كيسمع الضباط الهضره حيت ما وصلوا لوالو، وداك الشافور ديال المبطبط غيكون كيتفرج وعاجبو الحال حيت كانوا ديما قامعينو. كيطلب منهم باوا يعطيوه المعلومات اللي وصلوا ليها. دخل بوليسي وكان هاز في الدوسيدي صيفطو قبار. ملي خدموه بدا قبار كيعطي الخطاب ديال ديما وكيقول لهم يحاولوا يعرفوا شكون السياسي اللي غيموت هاد الاسبوع.
المبطبط بدا كيضحك وقال لباوا من قبيله وانت كتغوت يلا بيه لينا كيفاش غتعرفوا من السيدي. فهاد اللحظه غيبان في وجه داك البوليسي اللي ديما قامعينو بلي باغي يقول شي حاجه ولكن ما قدرش. في الوقيته اللي البوليس غيكونوا كيحاولوا يعرفوا شكون السياسي اللي يخطف قبار وصلهم خبر بلي تخطف ضابط من البوليس وغيطلع قبار مبيضقهم مره اخرى. اتصلوا بواحد ضابط سميتو شاندرا وقالوا ليه بلي يقدر يكون الهدف الجاي ديال قبار. بدا كيضحك وكيقول لهم ما عرفتوش مع من كتهضروا، قبار يخطفني انا. ومازال كاع ما كمل الهضره خرج لي من بين شي رجال كانوا دايرين راسهم مدوزين ميت وشافي بحديده غيبو داروه في صندوق ديال الموتى وكملوا الطريق. مور هادشي البوليس طوقوا المدينه كامله، بداو كيقلبوا الطوموبيل بطوموبيل. ملي وصلوا لديال الموتى واللي كانوا دايرين فيها الضابط نزل قبار اللي تنكر في اللبس ديالو من بعد ما ضربوا وما خلاهمش يقلبوها، وهو غيركب في الطوموبيل باش يمشي غتشوفوا شروتي. بقى تابع حتى وصلت للمخبأ وشافته هو الرجال ديالو شادين الضابط. فهاد اللحظه غيشوفها واحد من الرجال ديال قبار وغيشدها داوها ليه. كي وصلت عنده قالت ليه هادشي كدير، خطفتي ضابط وبغيت تقتلو، علاش هادشي؟ هنا غيقول لها بلي هو قبار. سولته علاش كيدير هادشي وكيفاش ولا فحال هكا. هنا غيبدا يتفكر ملي ضربوا باطل في راسو ورماه في واحد الطريق من بعد ما حساب ليه بلي مات. غيكونوا شي طلبه راجعين من واحد الرحله غيلقاوه مضروب وغيعالجوه. دوك الطلبه كان عندهم حقد على الفساد اللي في الدوله ولقاو بلي اديتي حتى هو في حالهم، قرروا يتعاونوا ويحاولوا يحاربوه واخا غير شويه. بدا اديتي كيدربهم داروا فريق ومن ديك الساعه هما كيعاقبوا المسؤولين. نمشيو للمقر ديال البوليس وهما كيبحثوا في القضيه. حاول داك البوليس يتدخل ولكن بداو الضباط كيقمعوه بحال ديما، غير هاد المره سكتهم باوا وطلب منه يقول شنو عنده. بدا صادو يشرح يا ما تشرح دليل مورا دليل حتى فهمهم كل شيء، وكان تقريبا وصل 90% من الحل ديال القضيه. باوا تصدم قال لي علاش ما وريتيناش هادشي من قبل، رد عليه بلي هو غير شيفور وما عندوش كلمه. بدا باوا كيشوف دوك الضباط وكيقول لهم دايرين بيا غش مايت، ما كاينش ديال مو على من تعول. وهي في الصراحه ما قالش هادشي بالحرف ولكن تشهيت ويقولها. جلس معاه صادهو وقال ليه بلي كاين طريقه وحده باش يشدو قبار وهي يراقبوا باطل، حيت ملي قتل قبار المسؤولين اللي خداو الرشوه جمع باطل المسؤولين اللي ما بغاوش ياخذوا الرشوه وقتل منهم واحد. ديك الساعه كلهم خافوا وسناو ليه باش يكمل الاعمال ديالو اللي كامله غش. داكشي علاش دابا غيكون هو الهدف الجاي ديال قبار. من بعد ايام غيدير باطل احتفال في القصر ديالو، كانوا فيه وزراء مسؤولين وحتى البوليس كانوا تما باش الا بان قبار يشدوه. ناضوا الناس اللي كانوا لابسين القناع ديال باطل وبداو كيمجدوا فيه وكيغوتوا بسميتو. وسطهم غيكون قبار. باطل مع شافو جاتو سريسرا علم الحراس والبوليس والدعوه ترونات. طلب في جنبه لقى قبار ضرب ليه المينوط دار ليه ماسك وخطفوه صحابو اللي كانوا متنكرين مع المدعوين. البوليس جاو كيجريو الدنيا مخلطه كلشي لابس بحال فحال يعني ما يقدروا يديروا والو. سدوا المدينه وكاع الطرقان ولكن قبار وباطل غبر لهم الاثر. وقيت ديال البوليس حايرين وما عارفين فين مشاو، غيكون قبار حابس باطل في دارو وهذه هي البلاصه الوحيده اللي مستحيل تشك فيها. بقاو كيهضروا وهنا غيتصدم باطل ملي غيعرف اديتي هو قبار. جلس قدامه اعطاه تليفون ورد ليه الصرف ديال ديك المره، قال ليه اتصل باي مسؤول قول لي سميتك وقول لي بلي قبار حابسك ديك الساعه نشوف واش غيعاونك. بدا كيتصل بواحد مورا الاخر ولكن كي كيسمعوا قبار كيقطعوا. هنا عرف بلي هذه هي التاليه ديالو، هز واحد الفاز وبغى يضربه طاكاهو بدا كيدخل ليه كروشيات تركي للطيوطا اللي ما كيعرفش الطيوطا هي جمع طيط زي ما ضربوا براس. خرجوا برا هز قبر واحد البوله وجا فيه للراس حتى ودني بداو كيصفروا. بدا كيطلبوا يسمح ليه ولكن هيهات هزوا ضربوا مع الارض حتى تشتت زريعته خلاه ميت ومشى للكوميساريه. كيسمعوا بلي قبار في الكوميساريه خرجوا كيجريو وتجمعوا عليه. اعترف بكاع داكشي اللي دار وقال بلي كيفتخر حيت يقدر يوقف على الاقل شويه من الفساد اللي في الدوله، والموظف ولا يضرب الف حساب قبل ما يفكر ياخذ الرشوه. ولكن هو ما كيعرفوش هادشي حيت كيف ما كان السبب ما كيعطيكش الحق تقتل. شدوا قبار في الحبس، الاخبار والصحافه داروا خدمتهم ووصلوا هادشي لكاع الناس اللي خرجوا داروا اضرابات باش يطلقوا قبار. والنهار اللي كانوا غاديين به للمحكمه تزادوا المتظاهرين ووقفوا الطوموبيل اللي محولاه. تما خرج وقال للناس بلي كان كيعاقب المجرمين ومن اللي قتل ولا حتى هو مجرم، داكشي علاش ما يستاهلش يدافعوا عليه. المهم قدر يقنعهم وكملوا الطريق. وصل المحكمه داز قدام القضاء وتحكم عليه بالاعدام. في الطريق للمشناقه سلم على الضباط اللي كانوا فخورين به ودا خطيبته اللي شويه يفسخ معاه الخطوبه وطلع للمشناقه. غطى ليه العزي وجهه وهنا غنكونوا وصلنا لنهايه القصه اللي في التالي ديالها مات قبار. يقدر الفيلم يكون فيه زيادات ولكن كيوصل فكره زوينه، وبغيت نقول لكم شنو هي الفكره ولكن مازال باغي ندير لكم ملخصات. ما تنساوش لايك كومنت وسبسكرايب لاشين يوتيوب. كان معكم يوسف، تلاقوا في فيديو جاي. بيس.